سيان مقتدرين وحلقة جديدة من لعبة روبلوكس، واليوم راح يكون عندنا الهروب من الرسام الشرير. لا تنسون اللايك والدعم يا جماعة لكل شخص يحب لعبة روبلوكس، اضغط زر لايك وايضا انشر القناة عند كل اصحابك واصدقائك. ما نطول عليكم، خلنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي مع بعض في الجيم. يلا بسم الله ليتس جو. يلا انزين، الحين حاليا موجودين في الغرفة هذه حقت الرسم. اول شيء لازم نسويه ان احنا نضغط الزر هذا علشان نعدي من الباب اللي موجودين هنا، وناخذ على طول الشيك بوينت يا جماعة عشان نعدي اول ليفل. انزين، اول ليفل عندنا مجموعه من فرشات الرسم، فلازم نحاول ان احنا ننط بدون ما نلمسهم ونعدي على طول الليفل. فتشيك بوينت عندنا اول ليفل. الليفل الثاني في مجموعه من الاصباغ، فلازم ننط بدون ما نطيح تحت. سلام عليكم. على طول طاحت يا جماعه ودعت الملاعب. انزين، راح نرجع مره ثانيه من جديد، ويلا على طول خلونا نحاول وننط. اوكي، نطينا بالطريقه هذه ونروح على الصبغ اللي بعده وعدينا الحمد لله. الليفل اللي بعده، يلا مشينا خلنا نجي هني، ناخذ على طول التشيك بوينت اللي بعده، والحين المفروض انه يكون طبعا بالحظ. فانزين، خوينا راح على الجهه اليمين، فاذا الجهه اليمين هي الجهه الصحيحه اللي ممكن تخلينا نعدي هذا المكان. اوكي، الجهه اللي بعدها وين راح تكون؟ راح تكون هني بالضبط. اوكي، كفو علينا، عدينا على طول الليفل هذا، مشينا يا اخوان للليفل اللي بعده تشيك بوينت. اوكي، هني الاصباغ صاير على الارض، فلا تلمس الاصباغ نهائيا. عدينا اللون الاخضر ونعدي اللون الاحمر، واللي بعده راح يكون عندنا اللون الازرق، وفعليا عدينا الالوان اللي موجوده عندنا هني بكل بساطه. فحين يا حبايبي راح نكمل مع بعض. اوكي، دخلنا الحين للليفل كم؟ هذا المفروض الليفل السابع. سبع ليفلات بس، ثواني، كان في مكان غريب موجود هناك، غريب جدا. لكن احنا راح نروح وين؟ احنا راح نروح يا جماعه فوق، والمكان الصح. اوكي، خلنا ننط، كفو علينا، خلونا الحين نجعل الحف والسلام عليكم. والله اني بغيت اطيح يا اخوان، والله اني بغيت اطيح. اوكي، عندنا فرشاتين الوان هني موجودين، عدينا منهم، واللي بعده راح يكون والله على بالي في البدايه متاهه، بس طلع لا مو متاهه. نمشي على طول، اوه وصلنا على طول. اوكي، على طول تشيك بوينت هني. اوه، وصلنا للكريه هذا اللي هو الرسام، واضح ان الرسام يبي ياكلنا، فراح نمشي شوي شوي. حلو حلو، اوه بسم الله الرحمن الرحيم، اوه قاعد ياكلهم. اوكي اوكي، ليتس جو، اكلنا على طول، والحين نبتدي مشوارنا داخل بطن الكريه لهذا الحبيب الفاشل. كريه ولا الحبيب، ما ادري، حدد موقف. المهم انه واحد كريه يعني. المهم الحين خلونا نجي على طول، ليتس جو، نط الجهه الثانيه وقوم على طول. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. من اللي مات وناط؟ ما ادري. تشيك بوينت الحين، هذا الليفل ايزي، خلنا اجرب انط. والله نحي، والله نحي يا اخوان. جرب مره ثانيه، لا الثانيه ما ضبطت، بس واحده ضبطت يا اخوان. ما علينا، نعيد مره ثانيه ونحاول احنا نسويها، بس هالمره راح نسويها بالطريقه الصحيحه، وهي ان احنا نجي بالمربعات بالطريقه هذه. اوكي، عدينا اذا بكل سهوله. الحين يا حبايبي بعد ما عدينا هذا المكان، شوفوا وين وصلنا، شوفوا وين وصلنا. فاذا نجي هني، النط، كفو، يلا النط، يا سلام، النط اللي بعده، ايوه، والنط، واذا سلام عليكم. ليتس جو. اوكي، عدينا المكان اللي بعده. يلا يا اخوان، الحين بعد المكان هذا تشيك بوينت. شنو هذا؟ اوكي، خلينا نطلع على هذا الشيء، اوكي، على هالدوار، نعدي الحين فيهم لين نقدر ان احنا، سلام عليكم. بغيت اطيح يا اخوان، بغيت اطيح. زين، عدي، ليتس جو، واذا كملنا الليفل هذا. سلام عليكم. كملنا الليفل اللي موجود عندنا هني. انزين، الليفل اللي بعده، هذا الليفل اللي بعده الحين راح يكون عندنا يا اخوان ليفل عباره عن هذا الشيء، لا تلمسه. يو، هذا الشيء لا تلمسه. انتظر انتظر انتظر، حرك، ايوه، طبعا ممكن انهم يروحون بشكل اسرع. سلام عليكم. اوكي، جيت على طول، خلاص حفظنا 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 حفظنا. اما الحين فوقت ان احنا نطلع من المكان هذا، لكن للاسف اني مت يا اخوان. دقيقه، راسي راح، ما يطلع. اوكي، راسي اذا ما طلع برا، مو مشكله مو مشكله، عادي. ليتس جو. يا حبيبي، انا ليش اموت؟ انا ليش اموت؟ مره ثانيه، خلاص هذه المره راح اعدي. عديت يا اخوان. اوكي، كملنا الليفل هذا، فخلونا الحين نطلع على طول من المكان اللي احنا موجودين فيه. وين راح نروح؟ خلينا نشوف مع بعض. اوكي، طلعنا للمنطقة هذه. هذه المنطقة فيها مجموعة من الأنابيب، هذه الأنابيب تطلع غاز.
اوكي هذا الغاز ممكن يخليك تموت. يا رب ما اموت، يا رب ما اموت، يا رب ما اموت. اوكي دقيقه. اوكي اوكي يا رب ما اموت. انتظر شوي، انتظر شوي، انتظر شوي. اوكي والله اللي ورا ماتت. او ماي جاد. عدي تشيك بوينت. اوكي الحين بعد تشيك بوينت خلونا نمشي. تقريبا كلنا متنا. يا ساتر يا ساتر، تقريبا الكل مات. اوكي اوكي الكل قاعد يموت. ليش انا حي لحد الحين؟ اوكي كفو. يلا يا اخوان تعالوا. افا افا الكل قاعد يموت. يلا ليتس جو ليتس جو يا اخوان. يلا 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 مشينا مشينا. يلا كريم يلا مشينا. اوكي الحين نعدي ندخل هني، ما ادري وين طلعنا. اوكي طلعنا لهذا المكان تشيك بوينت. الحين عندنا مجموعه من المربعات فلازم نمشي بين المربعات. لا تلمس لا تلمس لا تلمس. كافوا علينا تشيك بوينت وكملنا الليفل هذا. يلا وصلنا كمل الحين. يا ليل يا اخي انا اطلع بدون ما اشوف. يا اخي ليش حظي بالطريقه هذه؟ المفروض ان انتبه يعني. خلاص عندي هني النوت 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 والنوت. يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. يلا مشينا الحين. خب ارسم يا اخي. ما يصير ترسم، انت هارب من الرسام اصلا. اوه الرسام موجود هني. وات اوه النوت في اللوحه. اما عار النوت في اللوحه شيء غريب جدا. انزين نطينا الحين في اللوحه وعدينا للمكان اللي بعده. اوكي ايش هذا المكان؟ احنا الحين تحت الارض. اوكي كمل هني تشيك بوينت. سيد يا اخي روح على اليمين او على اليسار. لا تروح سيده، لا تروح سيده. خلاص المربع يعتبر كبير فالمفروض اني ما اسوي الحركه هذه. اوكي 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 ونروح للرسمه. خلاص ندخل الرسمه. الرسمه المفروض راح تطلع لنا مكان ثاني. ما ادري شنو الفكره الغريبه هذه. ايوه طلعنا برا تقريبا تقريبا طلعنا برا. اوكي شوف المكان. هلا في حد داخل يا جماعه. اوكي حتى لو في حد داخل المهم خلينا نجي هني ناخذ التشيك بوينت اللي بعده وتقريبا قربنا من النهايه يا جماعه. يلا نط 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 يا حبيبي ونط هني وناخذ التشيك بوينت اللي بعده. ومثل ما تشوفون ناخذ هذه الحين. خلينا ناخذ هذه. اوكي اخذناها وخلونا نجي نجي لهذا المكان يا حبايبي. فيا حبايبي هذا مقطعنا بشكل كامل. اي ما بعدكم تبون نلعبه كتبوا لنا اسمه تحت، باذن الله راح نلعبه خلال الحلقات الجايه. نشوفكم على خير ان شاء الله في مقاطع اخرى من لعبه روبلوكس والعاب ثانيه. ومع السلامه. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله.